في إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس، قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بجولة ميدانية لعدد من مواقع العمل الإنشائية، وذلك للاطلاع على مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار. وخلال جولته الميدانية أشاد حميدان بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة وبالإجراءات التي اتخذتها لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الإنتاجية، مما جعلها في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتواءم مع معايير العمل الدولية. حقيقة يعني اللي لاحظناه هو التزام أصحاب العمل والشركات والمؤسسات بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الحارة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 مساء، وقناعة أصحاب الأعمال والعمال بأهمية التقيد التام بالقرار، أولا للحفاظ على الصحة وتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ثم أيضا كذلك ارتفاع الإنتاجية. رغم بأن الزيارات التفتيشية تجاوزت 6500 زيارة حتى الآن، إلا أن المخالفات المضبوطة لا تتجاوز 27 مخالفة، عدد يعني يجعل مستوى الإنجاز يصل كالعادة إلى أكثر من 98% التزام وتقيد بالقرار.